بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون صدق الله العلي العظيم احدى العناوين الراقيه جدا في حياه البشر عنوان المؤمن هذه الايه المباركه صرحت بان الذي يفلح هو المؤمن <applause> وواضح ان الذي لا يكون مؤمنا فهو خاسر الفلاح هذا الشيء الذي يبحث عنه كل البشر هذا منوط بالايمان من منا لا يريد لا يحب لا يبحث عن عنوان المؤمن لنفسه كل الناس يبحثون عن هذا العنوان الراقي هل انت مؤمن نعم انا مؤمن من قال انك مؤمن انا اسال عن نفسي ما هي حدود المؤمن هناك شروط هناك ضوابط يلزم ان تتوفر فيك حتى تكون مؤمنا، إذا توفرت ارفع رأسك بكل عزة وبكل شموخ، قل أنا مؤمن وإلا وإلا العياذ بالله تعالى ما هي الضوابط؟ ما هي الشروط؟ لتحقق عنوان المؤمن في شخص. أنا لست أهلا أن أتحدث عن هذه الأمور الدقيقة. أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أين أنا وأين هذه العناوين الراقية؟ نتحدث عن حدودها لا نتمكن، أصلا عقولنا لا تبلغ هذه المستويات الراقيه. ولكن من الممكن ان ننقل ما بينه ائمه العلماء. ما بينه ساده العظماء. اولئك يعرفون حدود كل شيء. يعرفون حدود الايمان وحدود المؤمن. روي في حديث شريف عن احد هؤلاء ائمه العلماء الامام ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من اقر بسته اشياء فهو مؤمن. حدود المؤمن هذه الامور السته. ما هي هذه الأشياء الستة؟ الشرط الأول الأمر الأول المؤثر في تحقق عنوان المؤمن البراءة من الطواغيت (الطواغيت جمع محلى بأل)، الطواغيت جمع. (الطواغيت جمع محلى بأل)، الجمع المحلى بأل يفيد العموم، يفيد الشمول، يعني البراءة من كل الطواغيت، لا من بعضهم. يعني البراءه من الطواغيت الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه واله والبراءه من الطواغيت الذين جاءوا بعد ذلك الزمن يعني الطواغيت في العصور السابقه والطواغيت في هذا العصر يعني الطواغيت في شرق الارض والطواغيت في غرب الارض يعني الطواغيت الذين يتلبسون بملبس الدين والطواغيت الذين لا يتلبسون بملبس الدين كل الطواغيت الشرط الأول لتحقق عنوان المؤمن في الشخص أن يتبرأ من جميع الطواغيت، والبراءة ثلاثة: براءة قلبية، وبراءة على اللسان، وبراءة في العمل. براءة في العمل يعني ماذا؟ يعني أن لا تنهج منهج الطواغيت، أن لا تمشي في طريقهم. هذا الشرط الأول. البراءة من الطواغيت. الشرط الثاني الذي ذكره الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف. قال: والإقرار بالولاية. رمز العقائد الحقه ركن العقائد الصحيحه ركن اهم شيء في الدين وهي العقائد الاقرار بالولايه اية ولايه ولاية من؟ الولاية التي قال عنها الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه الولاية التي قال الله سبحانه وتعالى عنها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذه الولاية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر عند جميع المسلمين قال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا اللهم بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه الله اللهم صل على محمد الإنسان له ولاية على أشياء أعلى درجات ولاية الإنسان ولايته على نفسه ولاية المؤمن على نفسه هذه اعلى درجة من درجات الولاية النبي اولى يعني درجة من الولاية هي ارقى اعلى اولى من درجة ولاية الانسان المؤمن على نفسه وهي اعلى درجات الولاية يعني شيء اعلى من ذلك والولايه ايضا ثلاث ولايه قلبيه وولايه على اللسان وولايه في العمل الولايه القلبيه بدرجه اعلى والام بدرجه ادنى الحمد لله رب العالمين اجمالا موجوده فينا. الولايه القلبيه موجوده الحمد لله، نعمه عظمى. الولايه على على اللسان، الحمد لله رب العالمين، شخص بدرجه اعلى، شخص بدرجه اقل. الولايه على اللسان ايضا اجمالا موجوده ولله الحمد فينا. أما الولايه العمليه الولايه العمليه يعني ماذا يعني الانسان عمليا يطبق هذه الايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم النبي اولى بي من نفسي سلطتي على نفسي تكوينا وتشريعا التكوين تكوين هذا شيء ليس مرتبط ليس مرتبطا بنا اصلا هو اولى بي من نفسي تكوينا، ذاك واضح. ذاك شيء اخر الله عز وجل منحه لرسول الله صلى الله عليه واله. اما الولايه التشريعيه انا عمليا اطبق هذه الايه المباركه؟ النبي اولى بي من نفسي؟ يعني اذا شئت شيئا وشاء رسول الله صلى الله عليه واله امر رسول الله صلى الله عليه واله بشيء اخر ماذا افعل انا؟ النبي اولى بي من نفسي اطبق اوامر رسول الله صلى الله عليه واله ام لا؟ هذه الولايه عمليا نقر بها ام لا؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقر. هذا ثانيا، الشرط الثاني الشرط الاول البراءة من الطواغيت، الشرط الثاني والاقرار بالولايه هذا الشرطان بينهما الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الشريف بين الشرطين الاساسيين الشروط الاربعه الباقيه في هذا الحديث الشريف لعل الامام صلوات الله عليه ذكر مصاديق للشروط احيانا الإنسان يذكر المعنى، يذكر العنوان، أحيانا يذكر مصداقا للعنوان، يعني ماذا؟ يعني شخص يسأل منك من هو الطبيب الحاذق؟ مرة تذكر عنوان تعريف الطبيب الحاذق، تقول الطبيب الحاذق هو الطبيب الذي درس كذا، مارس الطب كذا، هذا تعريف مرة عندما يسألك شخص من الطبيب الحاذق تقول مثل فلان هذا بيان مصداق معنى الطبيب الحاذق ليس فلانا هو مصداق ذكر المصداق لكي تنتقل انت الى المعنى وهناك مصادق اخرى انت اعرف مثل هذا اذا كانت تلك المصادق فهو طبيب حاذق هذا الشيء شائع في المحاورات العرفية شائع جدا في القرآن الكريم موجود في الروايات الشريفة موجود هذا الشيء. لعل الأربعة الأخرى التي ذكرها الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام لعلها من ذكر المصداق لتلك العناوين الأربعة التي هي شروط في تحقق الإيمان. ما هو الثالث؟ قال الإمام عليه الصلاة والسلام في الثالث والإيمان بالرجعة. لعله هذا مصداق للايمان بالمغيبات بالامور الغيبيه التي بينها القران الكريم وبينها اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، امور غيبيه بينوها، انت تؤمن بالغيب من جمله الامور الغيبيه الرجعه، الرجعه شيء مستقبلي، شيء غيب نعلم نحن ماذا سيحدث بعد الساعه؟ لا فكيف نعلم انه تحدث الرجعه او لا تحدث الرجعه؟ ولكن العالم الحقيقي العالم بذاته عز وجل اخبر بالرجعه فانا اؤمن. اهل البيت عليهم الصلاه والسلام اخبروا بالرجعه فانا اؤمن الذين يؤمنون بالغيب هذا من الغيب. القران الكريم اخبر عن الرجعه في ايات وايات مباركات. الله سبحانه وتعالى في إحدى الآيات يقول ويوم, يح ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون متى هذا اليوم؟ هل هذا اليوم هو يوم القيامة؟ من العجيب جدا من العجيب جدا أن عامة مفسري العام فسروا هذه الآية المباركة بيوم القيامة غريب جداً في يوم القيامة الله يحشر فوجا من كل أمة أو يحشر يحشر كل الناس كل الأمم لا فوجا من كل أمة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن يوم القيامة يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا تلك الآية عن القيامة هذه الآية تقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا أي يوم من هذا؟ هذا يوم القيامة واضح أنه يوم ثاني حشر اخر احياء اخر هذا في الرجعه في الرجعه لا يحشر الكل يحشر البعض يرجع الى الدنيا بعض الناس الايه بدرجه من الوضوح ولكن عجيب الله سبحانه وتعالى في ايه قرانيه اخرى يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم هذه الحياة ثم يميتكم موت بعد الحياة ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون القيامة ثم يحييكم متى ثم وثم للترتيب بالترتيب بإنفصالي مرة تقول جاء زيد فعمر يعني عمر جاء بعد زيد مباشرة مرة تقول جاء زيد ثم عمر يعني عمر جاء بعد زيد بفاصل وثم للترتيب بانفصال ثم إليه ترجعون القيامة ثم يحييكم متى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا سابقا فأحياكم هذه الدنيا ثم يميتكم ثم يحييكم بعد ذلك بعد, بعد الإحياء الثاني بعده بفترة ثم ثم إليه ترجعون هذا ثم يحييكم متى في القيامة العجيب أنه أكثرهم قالوا أكثرهم فسر العامة قالوا في القيامة أية قيامة هذه ثم إليه ترجعون يعني ماذا أذن واضح انها في الرجعه واضح جدا ان هناك احياء قبل القيامه لماذا لا ينتبهون لا اعلم ايه قرانيه اخرى واضحه جدا جدا يقول الله سبحانه وتعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون اي يوم هذا هناك فئة، هناك زمن هناك وقت البعض منع حرام يعني منع ممنوع ما يرجع البعض اي هذا الذي لا يرجع البعض؟ الذين عذبوا بعذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يرجعون، في اي يوم لا يرجعون؟ في يوم القيامه لا يرجعون هؤلاء؟ أمة نوح، أمة لوط، أمة هود، هؤلاء الذين عذبوا في الدنيا، في الدنيا أخذوا شيئا من جزائهم بعذاب الله عز وجل، والعياذ بالله تعالى من عذاب الله. هؤلاء لا يرجعون، في أي يوم لا يرجعون هؤلاء؟ في يوم القيامة هؤلاء لا يرجعون؟ أمة نوح لا ترجع؟ أمة لوط لا ترجع؟ في أي يوم هذا؟ واضح أنه في يوم آخر في يوم الرجعة، وبالفعل في الرجعة الذين انتقم منهم في الدنيا لا يرجعون لأنه أساساً الذين يرجعون في الرجعة فئتان من محض الإيمان محضاً ومن محض الكفر محضاً، الذي محض الكفر محضاً يرجع لينتقم منه، أما الذي انتُقم منه في الدنيا من المجرمين هؤلاء لا يرجعون لانه انتقم منهم في الدنيا اخذ انتقامه في الدنيا فلا يرجع في الرجعه اما المجرمين اما المجرمون الكبار الذين لم ينتقم منهم في الدنيا هؤلاء يرجعون في الرجعه لينتقم منهم في الدنيا قبل الاخره الايه واضحه تقول لا ترجع يقولون في القيامه اية قيامه هذه هذه في الرجعه حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون هؤلاء لا يرجعون حرام عليهم منع لا يرجعون هؤلاء لأنهم انتقم منهم وآيات أخرى وآيات أخرى الروايات الشريفة في هذا المجال كثيرة الروايات التي بينت الرجعة يؤمنون بالغيب نحن نؤمن بالغيب من شروط المؤمن أن يؤمن بالغيب إحدى الأمور الغيبية الرجعة اهل البيت بكل وضوح بينوا مؤمن بايابكم مصدق برجعتكم في الزياره الشريفه في الحديث الشريف ليس منا من لم يؤمن برجعتنا في حديث شريف اخر حديث معتبر ليس منا من لم يؤمن بكرتنا الكره هي الرجعه في حديث شريف الامام ابو عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام سئل عن اول من يرجع في الرجعه، من هو اول من يرجع في الرجعه؟ فقال عليه الصلاه والسلام الحسين صلوات الله عليه. في حديث شريف عن الامام ابي عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام قال كيف يرجع الامام الحسين عليه الصلاه والسلام؟ قال يقبل الحسين عليه الصلاه والسلام في اصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران فيدفع إليه المهدي الإمام ذكر الإسم الخاص للإمام أرواح العالمين له الفداء أنا أقلب هذا الإسم إلى الإسم الثاني المهدي فيدفع إليه المهدي صلوات الله وسلامه عليه الخاتم الامام صاحب الامر يدفع الخاتم الى جده سيد الشهداء فيكون الحسين هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه بعد استشهاد الامام صاحب الامر ارواح العالمين له الفداء من الذي يلي تجهيزه الامام صاحب الامر هو الامام سيد الشهداء يلي تجهيزه فيكون الحسين صلوات الله عليه هو الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته الإمام سيد الشهداء بعد استشهاد الإمام صاحب الأمر الروح العالمين له الفداء يدفن حفيده الإمام صاحب الأمر يدفنه في حفرته في نفس قبره في كربلاء الروايات الشريفة في الرجعة كثيرة جداً لا يمكن أن تحصى في ساعة وساعتين وعشر ساعات عشرات الروايات على ما ببالي أحد المحققين لعله العلام المجلسي لعله أو محقق آخر الآن ليس ببالي ذكر أنه الروايات الشريفة في, في الرجعة أكثر من مئتي حديث شريف حديث كثيرة في هذا المجال بيّنت جوانب مختلفة كم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله في الرجعة كم يحكم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله في الرجعة روايات شريف على ما ببالي الآن على ما أتذكر النبي صلى الله عليه وآله يحكم في الرجعة خمسين ألف عام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحكم في الرجعة على ما ببالي إما أربعة وأربعين ألف أو خمسة وأربعين ألف عام شيء عظيم في الرجعة الرجعة الشرط الثالث من شروط الإيمان أنت مؤمن أم لا الإيمان بالرجعة الشرط الرابع قلت هذه الأربع الاواخر لعلها تكون بيان مصاديق لعلها الشرط الرابع والاستحلال للمتعه لعل هذا اشاره الى العنوان الكبير استحلال ما احله محمد وال محمد صلوات الله عليه اللهم صل الله على محمد كل ما احلوه فهو حلال ان استحله استسيغ لا استسيغ ليس مهما الحلال ما احلوه هذا لعله اشاره الى استحلال المحللات كلها هذا الرابع العنوان الرابع العنوان الخامس ايضا لعله بيان مصداق قال عليه الصلاه والسلام وتحريم الجري هذا أيضا لعله إشارة إلى تحريم ما حرمه أهل البيت صلوات الله عليه أستسيغ هذا التحريم ما أستسيغ هذا التحريم لماذا حرمه لا لا يقول لماذا الجري حرام حرام خلص لماذا لا يقول المؤمن لماذا المؤمن يؤمن المؤمن يسلم هذا العنوان الخامس العنوان السادس قال عليه الصلاة والسلام: وترك المسح على الخفين. هذا أيضا لعله إشارة إلى عنوان في الروايات الشريفة الكثيرة التقية التقية شيء عنوان التقية ديني ودين آبائي. في الروايات الشريفة لا تقية في بعض الاشياء، من جملة الاشياء المسح على الخفين، لا تقية فيه. هذه القطعة من الرواية الاخيرة، القطعة الاخيرة من الرواية الشريفة. لعلها اشارة إلى أن الإنسان المؤمن لا يستعمل التقية في غير موردها. التقية لها حدود كثير كثير من الناس يستعملون التقية في غير موردها هنا المورد ليس مورد التقية لا مورد التقية استعمل التقية هذا خلاف الإيمان تريد أن تكون مؤمناً حتى تكون بالتقية تأكيد قد أفلحت الآية المباركة قالت قد أفلح قد اسألوا علماء النحو قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التأكيد تفيد أن الشيء يقيني تفيد أن الشيء محتم وإن دخلت على الفعل المضارع تفيد أنه الشيء محتمل مرة أقول قد يأتي زيدون قد يأتي زيدون يعني ربما يأتي ربما لا يأتي ولكن إذا دخلت قد على الفعل الماضي تفيد التأكيد يعني الشيء قطعي الشيء مؤكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة قال قد أفلح أفلح فعل الماضي طبعا قد أفلح المؤمنون بالتاكيد الله لا يحتاج الى تاكيد، كل كلامه صحيح. ومن اصدق من الله قيلا؟ ومن اصدق من الله حديثة ولكن التاكيد مع ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى تاكيد يقول قطعا بالتاكيد حتما قد افلح المؤمنون. تريد ان تكون من المؤمنين الذين قد افلحوا بالتاكيد تصف بهذه الشروط السته، اختم كلامي بقراءة هذا الحديث الشريف مرة اخرى بصورة سريعة. قال الامام عن الامام ابي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: من اقر بستة اشياء فهو مؤمن. البراءة من الطواغيت. والاقرار بالولاية. والايمان بالرجعة. والاستحلال والاستحلال للمتعة. وتحريم الجري. وترك المسح على الخفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بحق مولى المؤمنين إمام المؤمنين سيد المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين ابدا، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل اللهم فرج مهدي ال محمد.